انت بتضحكي كتير على ايه؟ بس لسه عندنا فقرات تانية. هي اسمها ايه اصلا؟ اسمها ايه؟ انت اسمك ايه اصلا؟ وردة روز. مش باين اصلا اسمك، مش عليكي خالص والله. يعني كدابة قوي والله. لا كدابة، انت اللي كدابة، انت اللي كدابة، احترمي نفسك. طب احنا خلوني اتناقش معاهم، نعرف وجهات نظرهم ونلعب شويه كده مع بعض زي ما انتم متعودين معانا. اتعرف بيكي. اسماء. اسماء ومصطفى. مصطفى اهلا وسهلا. اهلا بيكي. روز ازاي؟ الحمد لله تمام. انتي قلبه الدنيا على السوشيال ميديا. الحمد لله. طيب هرجع لك تاني، بس قولي لي اسماء، انتي متجوزه بقالك كام سنه؟ 11 سنه. 11 سنه اوكي. عندكم اولاد؟ اه ثلاث بنات. ما شاء الله. متجوزين عن حب؟ اه طبعا. قعدت حب كبير. اه اوكي. يعني حوالي بقى لنا 20 سنه نعرف بعض ما شاء الله من واحنا في ثانوي. اوكي يعني ده يعتبر اول حب بقى. اول حب واخر حب. ان شاء الله. طب حلو حلو ما شاء الله. طب قولي لي بتثقي في مصطفى بنسبه كام في الميه؟ لو في اكتر من 100% فبثق فيه. عمرك ما قفشتي بيعمل حاجه كده؟ لا 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 كدا. احنا اصلا اصحاب واصدقاء، ويعني وهو يعني من يعني حتى اي حاجه يعني يحكي لي عليها وبنتكلم مع بعض. مش حتى مثلا ممكن واحده مره؟ لا هو لا مفيش. حصل موقف مش لطيف واحده بتعكسه مثلا يجي يحكي لك؟ لا لا عادي. اه دي بيحصل عادي. بيجي يحكي لك؟ اوكي تمام. هو الطبيعي بتاعه بيعمل كده وانت تمام؟ لا لا مش طبيعي. انا بقول عادي ممكن حد واحده تبقى معجبه بيه او كده عادي. انا ده هي. ولو هو معجب بحد؟ لا هو مش معجب بحد. يعني لو هو قال لحد انت قمر او انت حلوه ايه؟ لا يعني حاجه عاديه يعني من واو لطيفه جدا. مجامله دي؟ مجامله. بيجاملها عادي؟ لا دي معاكسه. كومبليمو؟ لا مش معاكسه. كومبليمو يعني انا لما قلت لي انك قمر كان كومبليمو مش انا قمر بجد؟ قمر طبعا. طيب طب يا روز خلينا بس نبدا على الهداوه كده. يعني انت عارفه انا ما بحبش الحركات دي. حركات ايه؟ طيب هنطلع فاصل ونرجع لفقره الاسئله العامه. استنونا. انا ليه حسيت بتوقفي توتر كده؟ حصل في حاجه خالص؟ انا مش عارفه هي ايه اللي ضايقها خالص. انا بقى انت اللي هو كان بيعكسك. انا مستغربه بس جدا من رد فعلك. في ايه يعني؟ انا سالتك سؤال اجابته لو انا حد بيسالني وجوزي قاعد جنبي وقال لحد قمر انا بالنسبه لي اللي هو يعني انت اتليست بقى يتناقش معايا يقول لي ايه رايك حلوه اقول له اه كده بيبقى في كونفرزيشن. لكن يقول لي حد قدامي انت قمر قوي وانت تقولي انه ده عادي ما قلتش قوي على فكره. بصي هو لا بس بس قوي اللي كده بس اقول لك. بس بصي اسمع هقول لك حاجه. كويس. يعني هو يعني ممكن يقول ما حضرتك يعني لطيفه كده بس مش قمر. يعني قمر برضو لا هو بيجملها على فكره يعني ايا كان. حتى لو بيجملها ما ينفعش يبقى قاعد معاكي يقول لواحده انت قمر. هو قال دلوقتي ان هي مش مجامله. لا لا ايا بيجملك. لا هو قال كده. لا من وجهه نظري انا بيجملك. يعني انت شايفاها وحشه؟ لا هي مش وحشه بس يعني مش قمر. مش وحشه بس مش قمر. بس احنا ممكن نعمل فوتنج هنا في الاستوديو على فكره. عادي كلهم هيبوكي عادي. لا بس هو ليه راي ثاني مختلف عنك. بس سوري يا مصطفى لا ما ينفعش ابدا. يعني انا لو انا متجوزه ما اسمحش ابدا ان جوزي يعني ممكن يبتسم في وش حد يقابله بطريقه لطيفه بس مش انت قمر. مفيش مشكله يا سيدي انت كمان قمر وخلصنا. وهي المساله انا من عارفه ان هو قمر على فكره من رايك انت برضه. انت حر. ورجعنا لكم بعد ثواني. ورجعنا لكم بعد الفاصل وفقره الاسئله العامه. هنسال كام سؤال والاجابه الاسرع هتتحسب للفريق. أوكي. انا بالنسبه لي عشان احنا ثلاث ستات فمعايا فريق اسماء فريق روز. تمام. اول سؤال، النمله ليها كام رجل؟ ستة. بوينت. حاجة بتتولد كل شهر؟ ايه؟ حاجة بتتولد كل شهر، بتولد كل شهر. الباور الطاقة بتاعتنا بتتجدد كل شهر مثلا؟ اوكي زيرو الهلال. أذكى حيوان في العالم؟ الغراب. الغراب. بس انت قلتي ايه؟ دولفين. بوينت. أسرع حيوان في العالم؟ الأسد. الفهد. الفهد. فهد. بوينت. الأخطبوط ليه كام قلب؟
3. برافو. اوكي بوينت. بوينت. خسرتها. مين اول حد استخدم شوكة الطعام؟ دي كانت في فرنسا او في لندن. فرنسا الملك هنري. اوكي جريت. فريق كرة السلة بيتكون من كام لاعب؟ 8. لا 9 او 6. 5. اه خلصت مسابقتنا، وطبعا فريق روز هو اللي كسب. احنا بس كنا بنسخن كده شويه، لكن لسه معانا فقرات يعني تانية كتير. 2 على 1 المفروض انتوا تكسبوا. ماشي انت برضو طيب. عندك معلومات قيمه سريعه سريعه. اوكي سريع. ايوه في ابلكيشنز دلوقتي طيب. على الموبايل تقدر تستفيد منها في الموضوع ده. بتبقى فيها اسئله كده سرعه البديه، بيعلموها للاطفال عشان يطلعوا عندهم ثقافه. مشاهدينا هنطلع أكيد فاصل عشان ما يبقوش صفر كده يعني. روز عايزه اطلع فاصل. اتفضلي. مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني مع فقره الرجاله ما يعرفوش يكذبوا. استنونا. مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل، والفقره اللي الستات بتحبها جدا معانا فقره الرجاله ما يعرفوش يكذبوا. اسماء كانت بتقول ان هي واثقه في مصطفى اكتر من 100%، فهنعرف اذا كان مصطفى بيكذب عليها ولا يعني لا. ولا ايه؟ بتضحكي بتتريقي؟ استاذ مصطفى هستاذنك تتفضل عند دكتور مؤمن، هيسالك كام سؤال على كشف الكذب. تمام، وهنعرف النتيجه. تمام. ده جهاز كشف الكذب، بنسأل الضيف كم سؤال، لو جاوب صح بينور أخضر، لو جاوب غلط بينور أحمر. جاهز؟ جاهز. ممكن صباح حضرتك. فرد إيدك. تمام. بتحب مراتك؟ بحبها قوي. خنتها قبل كده؟ لا. بتشوف الراجل اللي بيخون مراته كده بيعمل حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ لا حاجة وحشة. محمد صلاح بيلعب في نادي ايه؟ ليفربول. ممكن تتجوز على مراتك؟ لا. لما بيبقى في مشكلة بينك وبينها بتواجه ولا بتهرب؟ لا بواجه. لو سافرت شغل هتقعد فترة حلوة يعني، حضرتك هتاخدها معاك ولا تفضل تبقى لوحدك؟ لا هاخدها معايا. بتحبها؟ بحبها قوي. انا كده خلصت. شكرا. مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل، وللاسف استاذ مصطفى خيب املنا. بيقولوا لي في الكنترول ان هو بيكذب بنسبه 70%. تمام، فكده هم اسماء خسرت برضو الجوله الثانيه. انت بتضحكي كتير عليه. بس لسه عندنا فقرات ثانيه. هي اسمها ايه اصلا؟ اسمها ايه؟ انت اسمك ايه اصلا؟ ورده. روز. مش باين اصلا اسمك، مش عليكي خالص والله. يعني كدابه قوي والله. لا كدابه، انت اللي كدابه، انت اللي كدابه. احترمي نفسك. طب احنا يا رب يا رب يا رب عشان مش هجري وراكي. طب اسماء 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 لو سمحتي، طب عايزين نكمل. انت مجنونه. هوديه وشي القمر ده عشان انت تكرهيني. اسماء عايزين نكمل، عايزين نكمل. كرهيني ليه؟ انت مجنونه ان انت حاطه ده عشان خاطري انا. انت مالك انت؟ طيب روز انت مش شايفه؟ انت شايفه قمر؟ انت مش شايفه؟ انت قمر. ممكن بس احنا على الهوا يا استاذه، معلش عيب كده. احنا على الهوا ممكن نرجع على الهوا. والله هي مش محترمه. طيب معلش نكمل بس البرنامج. مش محترمه على فكره. بس انا همد ايدي عليك. انا ممكن عشاني انا قمر ولا مش عشاني انا؟ يا جماعه انا قمر ولا مش قمر؟ ما تقولولها. روز لو سمحتي. روز محدش راضي يرد عليكي على فكره. محدش محترمك. انت سواعه اصلا، سواعه شبه البرص. انت شبه البرص ولا قمر؟ انت اصلا يا حبيبتي شبه البرص. عشان روز لو سمحتي يا مامي هتموتني. طب بس ممكن نكمل الحلقه؟ طب بصي بس واقفه. طيب خليكي واقفه مصطفى. دفع عني نكمل الحلقه. طيب ممكن حضرتك بس تيجي معايا الحلقه.
مش عشان خاطري. ربنا يخليكي. وراح تستخبي في المصطفى دي. مش انت قلتي على فكره ان مامي ومنى الغوله دي. يا استاذه ممكن تيجي معايا؟ انا بس لو سمحتي عشان خاطري. ربنا يخليكي بجد. روز بعد اذنك. بعد اذنك طيب دكتور مؤمن طيب عايزك في حاجه. لا على فكره اوعي تفتكري ان انا يعني انا مش هدي ده انا من السيده يعني مش هتكت لك. يا مامي. يا مامي من المذبح كمان على فكره عشان تقولي يا مامي اكتر. خلصي الحلقه يا استاذه بعد كده اعملي اللي انت عاوزاه. طيب ممكن اخلص بس حلقتي ارجوكي. انا في هوا بيضيع مني ارجوكي. ارجوكي انا بعتذر لك جدا اتفضلي استريحي. لازم امشي كده ماشي جبانه. انت جبانه على فكره والله العظيم. خدي خدي الكوشن بتاعتك يا جماعه. لا انت بتعلي عليا عشان خاطري انا عشان خاطري. بتجري ليه يا جماعه؟ طب بصي اقول لك لسه عندنا فقره ثانيه لسه والله دي ممثله معانا ممثله معانا اهو ايربيس. انت عارفه كويس انت انا موصل تبكي والله الحمد لله الحمد لله انا بغيظك ازاي؟ لا انت عماله تقولي لي انت بصي ماشيه عامله ازاي المفروض امشي عامله ازاي؟ انا اسفه. بصي انا عايزه اقول لك على حاجه. انا اصلا انا شايفاكي عمر من اول ما دخلت وبقول لهم كده بس انا بعمل كده عشان ممكن نقعد لا هي مستفزه جدا جدا من اول ما دخلت وبصتها مستفزه جدا. يعني هي خلتني ابدا الحلقه وانا متوتره وانا متنشنه. يعني ما خليتنيش زي ما انا كنت عايزه ابدا الحلقه كده وانا مبسوطه. انا ده معناه ان هي ممثله شاطره. لا ما هي لا شاطره. لا هي شاطره. قولي لها بقى ان احنا عايزين ناخد منها الموافقه عشان ده برنامج رمضان. أيوة برنامج مقلب واحنا كنا متفقين معاه. ده كان في بقيه المقلب والله. طب ده متصور بقى صور مع واحده وجنبيه. لا والله انا يعني كنت بسخن المفروض لمرحله تانية اقوى والله. الحمد لله بقى ان ما حصلتش. كان زمان انا كنت هموت برضه داخله في الموضوع ده. لا 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 مش داخله الحمد لله. كل سنه وانت طيبه يا اسماء. رمضان كريم. وانت طيبه. استاذنك بس لو موافقه على اذاعه الحلقه تبصي الكاميرا وتقولي اولا ان انت مسامحانه وبعد كده ان انت موافقه. لا اولا انا مسامحاكم وثانيا انا موافقه. كل سنه وانتم طيبين.